مساء الخير وحياكم الله معنا مشاهدينا في برنامجنا الدار، نطل به عليكم عبر شاشة تلفزيون الكويت من الساعة 6 حتى الساعة 7 أما الإعادة فتكون على كويت سبورت من الساعة 8 حتى الساعة 9. مسيت عليكم، بالتالي أمسي على أخوي وزميلي مساعد وكل الشكر على الورد الجميل يا مساعد. تستاهلين يا مفهد، وهذا على قولتهم أنتي والعود وأحمد، ويعطيك العافية ويقويك على برنامج إن شاء الله في انتظار اللي برمضان. ثلاث نكات إن شاء الله بعون الله. مشاهدين الأعزاء مثل ما قالت أختي مفهد، برنامجنا منوع من ناحية الضيوف والمواضيع اللي نطرحها اليوم. مواضيعنا تعني الجمال بشكل عام، بس ما نبي نعطيكم تفاصيل أكثر. أنا أنصحكم أنكم تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فينا، السناب والإنستغرام، بنفس الوقت عندكم قناتنا الخاصة اليوتيوب إذا تبي تشوفون الحلقات القديمة اللي قابلناهم ضيوفنا، تعرفون حتى النسق العام للبرنامج، دشوا وشوفوا قناتنا اليوتيوب. بنفس الوقت أنت شخص مبادر، عندك فكرة، عندك شيء تبي تطرحه، المساحة حرة لك والمكان مكانك والدار دارك، عندك إيميلنا الخاص تواصل معنا فيه. أم فهد، يقولون ان الشجاعه هي اساس الاخلاق يعني او الفضيله. بالفعل يمكن اللي ما في صفه الشجاعه مشاهدينا نقول فقد جميع الصفات. الشجاعه بالموقف مساعد ممكن يشوفها، ويمكن هذه اصعب انواع الشجاعه اللي واحد يعرفها بالموقف الصعب، يعني نعم. لا سمح الله عندما اذا ولده تعرض الحادث او والدينا يعني صار فيهم شيء بين يدينا، يمكن هني تبين شجاعه الواحد. هي مو قسوه ولكن هو تمالك نقول أعصابه، ويتمالك شلون يسيطر على الموقف أيضا، ويتمالك نفسه قدام أهله. نفس ما قلتي فهد، لأن الشخص كل ما كان شجاع ممانة أن يكون قاسي كتر ما يكون يقدر يسيطر على مشاعره، يكون يركز في تفكيره، يأخذ قرارات الصح، يأخذ القرار اللي يأثر على حياته وحياة اللي حواليه بشكل إيجابي. وعشان كذي اليوم حلقتنا تتكلم عن القرارات الصحيحة. اليوم راح نتكلم مع دكاترة الناس فيها تأخذ قرارات ممكن تغير حياتهم من الألف إلى الياء. لازم يكونون شجعان، لازم يعرفون قرار يأخذونها. خنطلع مع فاصل مع مشاهدينا ونتعرف على ضيوفنا اللي جايين. الحروب والمحافظة على البشرة، ولقاء مع الدكتورة صابرين الزامل. الفقرة القانونية مع المحامي عبد الوهاب بن سلامة. السمنة والمحافظة على الجسم، ولقاء مع الدكتور أحمد راشد الهيفي. تقرير عن رياضة الويك بورد. رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفنا الدكتور أحمد راشد الهيفي، استشاري نقول تغذية وحمية، ويمكن الرجيم نقول من أصعب القرارات ويحتاج شجاعة كبيرة، خصوصا إذا حطوا هالقنشة دكتور ها ولا مساعد وعلى هذيك الدياية المنسدحة مع الحشو يطير الهدف، يبي شجاعة طبعا. مساك الله بالخير دكتور، يعطيك ألف عافية. توقع أنت اليوم كنا حاطين كرسي اعتراف، العالم كله تبي تعرف شنو سبب السمنه بالكويت وليش منتشره زياده، مع ان احنا شعب يعني اوكي يحب الاكل بس شعب حركي ويتحرك كثير، يروح دواوين يلعب كره، كان على مستوى الشباب، البنات نفس الشيء يطلعون يتحركون، شوبينج هذا بروحه يعتبر رياضه. فهذا قصدي، ليش السمنه يعني انت برايك الشخصي ليش السمنه منتشره عندنا اكثر؟ اول شيء اشكركم على الاستضافه. حياك الله تلفزيون الكويت. حياك الله. طبعا في سببين رئيسيين، سبب مكشوف معروف اللي هو يكون تناول الغذاء بشكل مفرط اكثر من حاجتنا، وعدم ممارسه الرياضه. طبعا هذه الكل يدري عنها. السبب الثاني مع الاسف الدخلاء في مجال التغذيه، الكل يفتي في مجال هذا التغذيه. يعطيك واحد نصيحه مني وتطبق النصيحه، ما تستمر في هذه النصيحه الغير صحيه، وبعدين تتجه نصيحه ثانيه وهكذا. لما يصير شنو عندنا؟ خيبه امل، لما يكون في فشل. نعم.
بالتالي خلاص نترك الرجيم وبلا رجيم نتجه الى الغنشه والمشابيس والامور لا الغنشه الغنشه والدجاجه المسدحه والمعبود ودهن العداني ويمكن هذا السبب اللي يمكن يخلي تغذيه إيه؟ اللي هو الاكل الزياده وعاداتنا نمط الحياه بالاضافه الى الدخلاء في مجال التغذيه مع الاسف. طيب دكتور دائما يقولون الجسم السليم في الغذاء السليم. اوكي عاداتنا وتقاليدنا ويمعاتنا شلون نخلي يعني نوعيه الغذاء صحيه وسليمه ونقدر نحافظ على وزن مثالي من خلال هذه النوعيه من الغذاء. مساعد اتكلم مع اخوي مساعد بالنسبه لعاداتنا الغذائيه ما نقدر نغيرها. لا صعب جدا بس ممكن نعدل فيها نحسنها نحسن نعدل فيها نعم. يعني مثلا انا عضو هيئه التدريس نعم. الطلبه والطالبات اللي ادرسهم في الكليه دائما اقول لهم لا تطبقون العلم بحذافيرها. نعم. العلم التغذيه اكل الاكل الصحي بشكل 100% صعب. نعم. اقول لهم دائما اخذوا جزء من العلم والجزء الاخر من عاداتنا وتقاليدنا. عاداتنا وتقاليدنا نعدل فيها شوي. مثلا احنا لما نحط السفره نعم نحطها كلها ولا مجزأ؟ نعم كلها كاملة عامرة مرة واحدة. بعدين شو نسوي لما نشوف الغنشة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا. احنا لما نحط السفره نعم نحطها كلها ولا مجزأ؟ نعم كلها كامله عامره مره واحده. بعدين شو نسوي لما نشوف الغنش قص العيش هذا كله على طول بندوق كل شيء على طول نطق وين صحيح على الايدام. اذا كان في مجال يلا ناكلنا شويه سلطه ويلا ناكل فاكهه، هذا الخطا مفروض نجزأ. احنا اكلنا اول شيء سلطه، واذا كان في فاكهه ما في مشكله، بعدين ناكل شويه جزء من اكلنا احنا. نعم. فعاداتنا وتقاليدنا ممكن نعدل فيها من خلال تنوع الغذائي، والحمد لله احنا بنعمه بالكويت، الاكل متوفر مدار السنه، اي غذاء تحصله بالشتاء ممكن تلقاه بالصيف. نعم. فبالتالي احنا المفروض نكون منتبهين في هذا الغذاء، ان ننوع فيه. ومثل ما انت قلت دكتور، التنوع في الوجبات او في انواع الغذاء اللي نستخدمه هو اللي يعطي الصحه افضل، لكن انا دائما اسمع انه يقول لك تريق مثل الملوك وتغدى مثل الوزير وتعشى مثل الفقير. دائما يحطون الاهميه في وجبه الفطور لانها دائما اول يوم وهي اللي تمسك معاك اليوم كله، فهل هذه حقيقه انها اهم وجبه هي الفطور؟ واذا كانت هي الوجبه الاهميه شنو تنصح فيه يكون لازم بالفطور او الريوق؟ المقوله هذه معروفه طبعا. نعم. ريوق الملوك يعني لا. عطها بالخمس. ايوه اي وروح كم لو تعطيها بالخمس شو يصير فيك؟ تدور المخده. نعم صح. اللي كل ما زادت كميه الاكل نعم. كل ما زادت احتماليه ان تكون تعبان قل نشاطك. هذا غير صحيح. نعم. ان ريوق الملوك احنا نقول ريوق معتدل. نعم. وغداء هو الاساسي وعشاء مثل الريوق تقريبا، يعني بمعنى انه ما يكون غداء وجبته الرئيسيه هي الريوق، يكون هو الغداء لان وقت الراحه وال يكون في البيت. شنو يحتوي الريوق؟ طبعا دائما اقول على حسب الحاله الصحيه. نعم. شنو هدفك انت؟ اذا مثلا بتنقص من وزنك انا اقول ريوق غير اساسي، ولكن افضل يكون وجبه سناك خفيفه. نعم. وهكذا. سناك خفيف الى ما نوصل وجبه الغداء فيكون كم تقريبا بين السناك والسناك لين يوصل الغداء؟ ما بين ساعتين الى اربع ساعات على حسب حاله الشخص وعلى حسب السناك، غالبا ثلاث ساعات. حلو حلو. يعني كل ثلاث ساعات ممكن بس الريوق يعني بشكل عام خلينا نعطي نصيحه عامه للمجتمع. نعم. لازم يكون فيه طبعا حليب او عصير. انا بالنسبه لي انا ما افضل حليب بدايه الصبح. الحليب يخدر شويه. اي لان في عنصر بروتين اسمه تريبتوفان يعطي العقل ريلاكس وهدوء، فافضل عصائر فريش. يكون طبعا نشويات مثل الخبز، والخبز لازم يكون بالاسمر لانه فيه فيتامينات واملاح، بالاضافه الى بروتينات مثلا خلينا نقول جبن، مثلا خلينا نقول بيض وفول وحمص وطعميه. اي نعم. دكتور اكيد مع مراعاه اللي يعانون نقول من مرض السكر او مرض الضغط. الحين بنتكلم عن الهرم الغذائي مثل ما احنا شايفينه قدامك دكتور. تكلمنا عن هذا الهرم وشون بداية يعني الفطور يكون أو الغداء يكون، خصوصا حق اللي يدورون حمية أو يدورون جسم رياضي. طبعا الهرم الغذائي هذا في كل فترة تنزل نصائح أو مجسمات مختلفة. الحين عندنا اللي هو الطبق الصحي، وفي هم بعد هارفارد مع شابك مع الهرم الغذائي بالإضافة إلى الطبق الصحي. أنا أفضل هذا
ليش؟ لأن هذا فيه مقسم النشويات والفواكه والخضار والمنتجات الألبان بالإضافة إلى البروتين وشوية من الحلويات والدهون. في كميات موجودة، الحصص من 6 إلى 11 موجود اللي هو النشويات. إذا التزمنا في هذه الكمية على حسب الحالة الصحية والجسمانية ممكن نقي أنفسنا من أمراض، لأن هذا يعتبر تنوع غذائي. هذا اللي ما يحصل عندنا في السفرة مالتنا. السفرة اللي نحطها ما موجود أكل بس ما نكمل. يمكن مثلا أنت قلت كلمة، قلت إن 6 وجبات. هل صحيح إن الشخص لازم يقسم وجباته من 3 إلى 6؟ وأنت قلت كلمة حيل شدتني وحيل أحبك تركز عليها زيادة، جسمانيتك، شكل جسمك وحياتك. لأن ممكن في شخص 6 وجبات راح تربك حياته، مثلا أنا دوامي شفتات، دوامي مكان بعيد، ما أقدر أخذ وجباتي معاي. بالضبط 6 وجبات ممكن ما تصلح معاي، ممكن تصلح معاك. يعني ما يصلح لك قد لا يصلح لغيرك. 6 وجبات التزامها شوي صعب، يعتمد على حالة الشخص وظروفه المهنية. أنا أفضل، أو خلنا نقول بالنسبة في عيادتي، أكثر الناس اللي نجحوا في انقاص وزنهم كنت أعطيهم وجبة واحدة رئيسية. الوجبة الرئيسية كأنها وجبة مفتوحة، شبه يومي ياكل وجبة رئيسية، معاها يكون 3 إلى 4 وجبات صغيرة. أما 6 وجبات شوي صعب التزام إنه على طول. نعم. طيب دكتور، نقول تفضلت. تفضل. ممكن أكمل كلمة؟ تفضل. إيه. عفوا. بالنسبة لي الست وجبات هي طبعا تساعد في انقاص الوزن. ليش؟ لأن عملية الأيض تكون شغالة على طول بسبب الجهاز الهضمي اللي هو يعتبر 10% من عملية الأيض، فنشغله على طول ما نخليه خامل. هذا هم بالنسبة للناس اللي يقول أنا أكل وجبة واحدة وخلاص ما أكل شيء ثاني ولا أضر. ليش؟ لأن 65% من عملية الأيض تكون خاملة بسبب الجهاز الهضمي ما شغلها. يعني 6 وجبات اليوم لازم يعني؟ لا مو لازم، هو يعني على حسب التحاليل او هرمونات يعني يقوم فيها المهنيه، على حسب المهنيه. شنو دوامك؟ مثل تفضل اخوي مساعد قال لنا شفتات ما شفتات، هل تلزم في 6 وجبات؟ صعب. انا اقول ممكن 4 إلى 5 معقوله. طيب دكتور، في بدايه كلامك قلت ناكل كثير، الحين قام يتحكى بالحميه والتغذيه وجداول كثيره ايضا. يعني والله دكتور احمد عنده رجيم، جرب افتخار هذا الجدول زين، تنزلين قول 5 كيلو أو 3 كيلو خلال 2 شهر. نعم. انزين، هناك البعض فيه قد قاعد يقدم معلومات خاطئه. ممكن احنا سمعنا الفاكهه يقول لك مو زين تاكلها اثناء الاكل لانها راح تخمر بالمعده، والبعض الاخر يقول لا، الفاكهه لازم تاكلها اول الصبح، ما تاكلها مع الغداء. غير صحيح الكلام هذا، مع الاسف بالعلم لا يوجد ان الفاكهه اذا اكلتها بعد الاكل تسبب مشكله صحيه. نعم. عسر هضم مو صحيح. احنا لما نطيح اول شيء لما نحط الوجبه الرئيسيه، احنا نتكلم عن الوجبه الرئيسيه، لما ناكل الوجبه الرئيسيه ما نقوم منها الا يكون احنا شبعانين بالاصل. اذا كانت في فاكهه وكناها شو يصير؟ من الطبيعي يصير التخمه، فبالتالي نحس مشكله فيها صح، يعني التخمه، وتعرف مشاكل التخمه، فنقول ها الفاكهه هي سبب المشكله هذه، المفروض ما ناكلها قبل، عفوا بعد الوجبه الرئيسيه. الفاكهه اكلوها في اي وقت، ولكن عطوا مجال للمعده تكون يعني مرتاحه وتقدر تهضم الاكل بشكل مناسب. الفاكهه بشكل عام صحب ما بين وجبات. انا ما انا قاعد اركز معك، انا قاعد احط صور الفاكهه وشكلها صراحه يغري والوانها، يعني استغرب من الناس اللي ما يستخدمون هذه الاشياء الطبيعيه اللي كلها املاح ومياه حتى طبيعيه يستخدمونها في غذائهم. انا استغرب من اللي يخافون من الفاكهه. وخلينا ممكن برجع لك بسؤال ثاني عن الماي القلوي. شنو قصة الماي القلوي اللي تشربه تحس بالمريح ولا اوكي هز راسه الدكتور قلبه متروس. تفضل. التجارة تعمي الناس. نعم. تعمي عقولهم حتى فكرهم. نعم. إيحاءات دائما يكون عندهم. كل شيء التجار دشوا فيه. نعم. حتى في مجال التغذية، حتى الماي دشوا فيه. ماي قلوي، ماي في اكسجين، باكر راح يبيعون الهواء، يقول الهواء مشبع اكسجين. الماي شنو الفرق ما بين قلوي ما بين غير قلوي؟ الماي ماي كما هو. اذا شربنا ماي قلوي هل معناته ان جسمنا داخل يصير قلوي؟ هذا زين؟ لا مو زين. الجسم يتكيف على حسب، والجسم نفس ما قلت مساء ذكي، يتكيف على كل عنصر يدش داخل، حتى السموم يتكيف معها الجسم. فماي قلوي يكيفني لو انا كيف الماي. لا. مو الماي كيفني. لا. فبالتالي الماي ما انصح المنتجات هذه، ماي قلوي، ماي اكسجين. انا افضل
نوع في الماء حتى من الحنفية حتى بالبرمة بعد يشم ماء ما في يا سلام. طيب دكتور البعض يلجأ إلى نقول حبوب الفيتامين أو الحديد يقولك عشان ما يزيد وزني ويستغنى عن الأكل الصحي، شنو تنصح هذه النوعية من الناس؟ تقسيم مكملات غذائية؟ مكمل أي فيتامينات حديد يعني يقولك والله أنا أكل فيتامينات ما أكل فاكهة أو أكل وجبة واحدة وأعوض باقي يومي بالفيتامين، قاعد أخذ فيتامين أحافظ على شعري على أظافري على نوعي يعني على الجلد. ويستغنى عن الغذاء الطبيعي. الأكل الصحي إيه نعم. بكل اختصار أقولها لكم، ما هو الأفضل الأصلي ولا التقليد؟ الأصلي. لا طبيعي الأصلي. ها؟ الأصلي. ليش مو تقليد زين؟ لا شباب التقليد يعني هنا. جودته مو زينه صح هنا. المكملات الغذائيه انا اعتبرها تقليد للاصلي اللي موجود في الغذاء اللي او قد تسكر النقص اللي انت ما اخذته من الاكل الصحي ممكن يسكر لك يعني نفس الشيء هنا. التقليد هم يغطي شويه بس هنا. ما هو اصلي نعم الغذاء في مكونات غذائيه اللي في فيتامينات والمعادن اللي يمتصها الجسم بكل اريحيه وبكل يعني بشكل كامل اما المكملات الغذائيه اللي هي مستخلصه من الغذاء لا تكون ما تكون طبيعيه 100% فبالتالي الجسم ما يستفيد منها بشكل كامل ويمكن دكتور يلجا البعض لهذه المكملات الغذائيه لانها اسهل من سالفه اني اسوي وجبه خاصه فيني ويمكن هذا اللي يخلينا السؤال اللي بعده انه انتشر في الفتره الاخيره انه اي واحد عنده سمنه مفرطه انا مضدها بس اقول يعني لا لا ولا الغذاء ما تغني لكن نفضل الاصلي اكثر الأصلي على البروتيك او المواد الغذائيه الطبيعيه ونفس الشيء احنا مو ضد العمليات التكميم والتحزيم والاشياء هذه لكن احنا نتكلم انه بموقع يعني مسؤوليتك ان هل تعتقد انها لازم تنفع للكل اللي عنده سمنه مفرطه ولا هل اللي جسمه ما يقبل الوزن يعني في ناس لو يلعب رياضه لو خف اكل ينزل وزنه بس هو ما له خلق يلعب رياضه ما له خلق ينظم اكله فيسوي العمليه هل انتم مع هذا الموضوع فتح الباب لكل واحد عنده سمنه مفرطه يسوي هالعمليات بالنسبه للعمليات الجراحيه لانقاص الوزن في معايير خاصة لها نعم. اعتقد يكون كتلة الجسم من 35 وطالع ويكون طبعا عنده مشاكل صحية مثل السكر وضغط والامور هذه بس هل هذه العمليات الجراحية تعتبر علاج تام مدى الحياة؟ لا اللي ما له اول ما له تالي العمليات الجراحية تعطيكم مدى سنتين الجسم في نزول بعد السنتين اذا ما حافظ من على غذائه فبالتالي وزن راح يزيد فبالتالي اللي ما له اول ما له ثاني لازم يرجع للتغذيه وحتى قبل العمليه واثناء العمليه التغذيه اساسي في العمليات الجراحيه زين بدخل بسؤال ثاني من نفس الشق اللي يسوون عمليات ينزل وزنهم يترحل جسمهم فهل نظام الرياضه معاها مفيد يعني هذا نفس الشيء لما قلت التغذيه يستمر الرياضه والتغذيه هما عملتان لهدف واحد يعني. لهدف واحد الرياضة تحرق سعرات حرارية والغذاء يوفر السعرات الحرارية لازم يكون في نسبة بروتين أعلى شوي بالنسبة اللي يسوون العمليات الجراحية لإنقاص الوزن لأن يخسرون العضلات بالإضافة إلى الدهون في جسمهم فلازم نعوض نعطيهم دايت شوية زيادة في نسبة البروتين مع ممارسة الرياضة بحيث إنه يحافظ على الكتلة العضلية واللي هي مسؤولة عن رفع مستوى عملية الأيض وبالتالي تعدل جزء من الترهلات. نعم. طيب دكتور نقول في الآونة الأخيرة انتشرت حبوب التخسيس وشراب التخسيس مثل ديتوكس. نعم. نقول أضراره يعني وش كثر راح ينزل من الوزن وأكيد في سايد إفكت وغير الحبوب يعني سد الشهية باخذ حبة سد شهيتي أنا أنزل 5 كيلو أنزل 4 كيلو هذا أكيد فيها أضرار على الجسم بعد. كل أنواع الرجيم تساعد في إنقاص الوزن بس يبقى ال اسمه الاضرار نعم السايد افكتس المصاحبه شلون الاعراض الجانبيه الاعراض الجانبيه نعم. هذا يعتمد على مستويات يعني نعم. مثل ديتوكس شنو ديتوكس هو عباره عن غالبا يكون عصير فواكه نعم. عصير فواكه معناته صحي ولكن يكون كل غذائي خلال أيام معدودة من هذا الغذاء وبالتالي الجسم يتخلص جزء كبير من السوائل بالجسم لأن فيه سكر الجسم لازم يتخلص من السكر فبالتالي يطلع مع من الجسم اللي هو السوائل فيحدث انخفاض كبير في إنقاص الوزن شنو يصير مع هذا؟ أنا يهمني بس الوزن ولا يهمني الصحة؟ ما هو الأفضل؟ الرشاقة ولا الصحة؟ الصحة أكيد الصحة تاج على رؤوس الأصحاء نعم فأنا يهمني لما نزل من وزني لازم يكون معاي الصحة
فبالتالي شنو نسوي هذا الانواع الرجيم تيك توكس وغيرها؟ ان الجسم يفقد الفيتامينات والاملاح الضروريه. نعم. فبالتالي يسبب عنده اكتئاب وقلق وعدم النوم ومشاكل صحيه وتساقط شعر وغيرها. نعم. بغيت تذكر شيء مساء؟ بلى. اللي هو؟ انا بغيت اتكلمك على الديتوكس. الديتوكس انه في ناس يسوونه في البيت، يعني ما يكون عصائر طبيعيه، في ناس يجيبون غراش يكون فيها ماي ويقصون فيها خيار وزنجبيل وليمون، هذه الاشياء اللي يسوونها، هل هذه هم صحيه بشكل عام؟ لا مو صحيه، انا ذكرت ان شنو؟ ان كل انواع الرجيم تساعد في انقاص الوزن، ولكن الصحه اللي اهم ما تكون صحيه. اوكي. فتضر اكثر من نفعها. هذا اللي اقصده بالنسبه للديتوكس. طيب. اما بالنسبه الحبوب وتساعد في انقاص الوزن، زين ايش كثر المستوى المطلوب بإنقاص الوزن من هذه الحبوب؟ إيه؟ ما تتعدى، انا اتكلم عن الحبوب المعتمده بعد. إيه؟ مو التجاريه اللي تغير من. إيه؟ النفسيه وتغير من هذا، اتكلم عن الحبوب المعتمده من الاف دي اي في امريكا. إيه؟ ما تتعدى 5 كيلو بالسنه. إيه؟ طيب، يعني انا واحده من الناس اشرب الزنجبيل الفريش مع الليمون بالماء، قالوا ان هذا يذوب الدهون، ممكن تحافظ على وزن مثالي، يقلل من شهيتك شوي. شنو يعني طبيا شنو وجهه نظرك في هذا الشيء طبيا؟ بس اللي يذوب الدهون؟ لا، غير صحيح. ما يذوب الدهون الا الشخص لما ياكل غذاء اقل من حاجته اليوميه، الجسم ياكل هذه الدهون لتعويض الطاقه. والشغله الثانيه هو الاكسجين. كل ما مارس الشخص رياضه او تحرك او حتى بالهدره، هم نقطة أوصلها لأعزاء المشاهدين. الهدرة لما الشخص لما يتكلم يتنفس أكسجين أكثر، فالأكسجين هو اللي يساعد في إنقاص الوزن. أنا ما أدعو ترى خليكم الهدرة، أنا ما أدعو شغلات، أنا أتكلم عن أن مستوى حركة حركة الإنسان لما يتكلم يبدأ في استهلاك الأكسجين أكثر. فلما يمارس رياضة فهني أكسجين أكثر، فبالتالي يحرق الدهون. اما الغذاء يحرق غذاء ما فيه. زين دكتور، احنا الحين ان شاء الله مبرين على شهر رمضان، الله يعود ان شاء الله علينا وعلى المستمعين وعلى المشاهدين بالخير والبركه. دائما اسمع انه يقول لك سوي رياضه قبل الفطور تحرق الدهون المخزنه مو المكتسبه. لا، سوي رياضه بعد الفطور، لانك هذا وين نسوي رياضه برمضان بالضبط، خاصه ان رمضان داش علينا بصيف. صحيح. وخاصه رياضه المجمعات الداخليه. حدثنا عن الرياضه بشكل عام. انا كنت اتمنى هالموضوع هذا. أيه؟ اكثر لها يكون لها حاضر نوعدك ان شاء الله. ليش؟ لان يبي لها تفسير اكثر. نعم. حرق قبل الفطور دهون، انا اقول من غير رياضه الشخص يحرق دهون يعني قبل الفطور جسمه من غير رياضه. نعم. اما امارس رياضه قبل الفطور، هل انا عندي جهد بدني قوي اتحمله؟ نعم. قبل الفطور ما يكون عندي. ليش؟ لان ما عندي طاقه، والمده الزمنيه ما اقدر اتحمل مده اكثر اذا كنت انا صايم. نعم. انزين، عامل الحرق الاساسي لحرق السعرات الحراريه وبالتالي الدهون هي كل ما زادت الشده البدنيه وزادت المده الزمنيه. نعم. فقبل الفطور وانا صايم ما عندي هذه القدره البدنيه العاليه. نعم. ولا عندي المده الزمنيه الثابته. نعم. فهذا موضوع طويل. حاضر يعني. نعم. لو اشرحها وقت ثاني يكون افضل. طيب دكتور، انا عندي سؤال اخير. يعني هناك بعض دكاتره التغذيه يعطونك جدول غذائي، انا ما ابي اضعف كلي، ما ابي انزل وزن، ابي انزل وزن مناطق معينه مثل الخصر. يعني في اماكن معينه ابي انزل وزنها وفي اماكن معينه ابي ازيد وزنها. هذا الشيء صحيح؟ لان انا وايد قاعد اسمع انه في الحين جداول تغذيه يعني حتى حق القوامها زين، انه راح تخسس لك مكان وتحافظ لك على اماكن معينه. صحيح، صحيح ولا هي الكلام هذا غير صحيح؟ ان اكل غذاء معين حق العضله هذه، اخرها حق الخد اللي هنا، اهم شيء الكرش هذا يعني جزء معين. هذه مسؤوليه الهرمونات. الهرمونات هي مثل الشرطه شلون تنظم المرور. نعم. الهرمونات في الجسم بالضبط هي تنظم الطاقه داخل الجسم، توزيعها داخل، مو الغذاء نفسه اللي هو يتجه الى موقع جزء معين جسم. كل الشكر لك دكتور احمد راشد الهيفي، استمتعنا معك في لقائنا اليوم. عندك كلمه اخيره مساعد؟ والله كلمتي الاخيره اقول الله يعطيك العافيه، اللي اعطيتنا من وقتك مشكور وما قصرت، الله يعطيك الف الف عافيه، استفدنا جدا، نقصنا وزن واحنا قاعدين معاك من الهدره على قولته. مشكور وما قصرت، نورت المكان، يعطيك الف عافيه. هذا واجبي طبعا. مشاهدينا الاعزاء، نطلع معاكم فاصل قصير ونتعرف على ضيفنا التقادم.
البقرة القانونية مع المحامي عبد الوهاب بن سلامة. مساكم الله بالخير، معاكم المحامي عبد الوهاب بن سلامة. اليوم بتكلم عن موضوع للأسف كثير من الناس ما تعلم فيه ولا تدري شنو هو. شنو هذا الموضوع؟ التعويض الناتج عن الحوادث المرورية. باختصار شديد، كثير من الناس تقوم وتسوي حادث مروري وتروح المخفر وتسجل بالمخفر قضية. أغلب الناس شو يسوون لتفاهة الحادث؟ ما يروح وما يتابع قضيته في المحكمة. طيب شو اللي قاعد ينتج على هذا الشيء؟ قاعد ينتج أمر طبيعي أن القاضي يصدر حكم. هذا الحكم يسمونه حكم غيابي. ليش حكم غيابي؟ لأن أنت ما كنت موجود في الجلسات والمحاكمات، فما قلت دفاعك حق القاضي ولا سمع منك شيء، فيسمى هذا الحكم غيابي. طيب شو اللي يترتب على هذا الشيء؟ أغلب الأحكام تكون حق عام بسيطة مادياً، 15 دينار غرامة أو أرقام تغارب حق هالرقم، شيء بسيط. شلون أنت تدري؟ تروح تبي تسوي أي إجراء، تبي تجدد جوازك، تبي تجدد بطاقتك، راح يقولوا لك لا يا فلان عليك حكم، روح سدده وتعال لنا. كون الحكم بسيط، أغلب الناس شنو قاعد تسوي؟ تروح تدفع هذه 15 دينار وتروح وتكمل كامل الإجراءاتها. أنا ما أقول لك لا تسوي هالشيء، لا، روح ادفع وكمل إجراءاتك، ولكن في مدة اللي هي 7 أيام للمعارضة، تروح وتعارض هذا الحكم كأنك تقول للمحكمة يا محكمة ترى أنت أصدرت الحكم علي وقلت إن أنا مذنب، وواقعيا أنا لست مذنب، وتقول لها كلامك عساس تغير هذا الحكم. طيب الناس الحين تتساءل، إذا أنا ما رحت وعارضت شو اللي راح يصير؟ أنا أقول لكم شو اللي راح يصير. 7 أيام للمعارضة، طافت 7 أيام، طبعا 7 أيام من علمك، متى علمك؟ من يوم تدفع هذا المبلغ، فأنت أكيد علمت. بعد 7 أيام في 20 يوم للاستئناف، طافت هذه 20 يوم، خلاص صار الحكم نهائي، راح تنصدم ان شركة التأمين او المجني عليه يطالبك بالتعويض المادي والمعنوي. قد تكون انت مو مذنب بس لانك ما رحت ودافعت عن نفسك في المحكمة، فهذا يدل ان انت مذنب وخلاص ما لك حق انك تروح تطالب بعد فترة التقادم. اتي الشركة وتطالبك بالتعويض المادي والمعنوي خلال 3 سنوات، يعني تخيل 3 سنوات من تاريخ هذا الحكم الشركة تقدر تطالبك بالتعويض، يعني بعد سنة تنصدم ان دعوة من المحكمة 20,000 دينار، ليش انا سويت ولا تتذكر هذا الحادث البسيط اللي انت سويته؟ فنصيحة مني انا، روح عارض الحكم وقول كلامك للمحكمة واثبت ان انت لست مذنب في هذه القضية علشان ما يصير فيك اللي انا قلته. ويعطيكم العافية. الحروب والمحافظة على البشرة، ولقاء مع الدكتورة صابرين الزامل. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ومعانا ضيف، وموضوعنا اليوم أتوقع يهم الكثير سواء من الجنسين، يعني سواء الحريم أو الرجال. معانا الدكتورة صابرين الزامل، استشاري جراحة وتجميل وحروق وليزر، وألف سلامة عليكم، وخصوصا أن رمضان على الأبواب والحروق بهالفترة شوي يزيد، فألف سلامة. مساك الله بالخير دكتورة. مساك الله بالنور. حياك الله معنا في برنامجنا الدار. الله يحييك. مساء الخير دكتورة، يعطيك ألف عافية ونورت المكان. دكتورة، طبعا السعي عن الجمال وخاصة البشرة عند الولد أو البنت تعني كثير، إن كان من منطقة الإيدين أو الوجه، لأنها دائما البارزة لكل الناس. حدثينا عن هذه المنطقة وشون يهتمون فيها العالم بشكل عام للبشرة. البشرة عموما الاهتمام فيها المفروض يكون يعني بصفة يومية، طبعا على اختلاف الأعمار. الناس دائما تتسرع، البنات الصغار اللي هم المراهقات أو كذا، ما في داعي للتسرع لوضع كريمات معقدة أو تجاعيد أو كذا، هو البيزك. يعني إحنا بالنسبة لنا في الكويت سواء رجال أو نساء لازم نحط كريم حماية الشمس،
للوجه والإيدين إذا أمكن، وكريم الحماية مو ينحط وخلاص، تاخذ معك الدوام مو طالع الظهر هم تحط كريم الحماية. فطبعاً في فروقات بين بشرة داكنة بشرة فاتحة، في بالنسبة لأنواع البشرة في 4 أنواع ألوان البشرة. فالبشرة الفاتحة جداً هي تتأثر بسرعة بالشمس وتتعرض للتجاعيد وترهلات، فكل بشرة ولها غير. الاهتمام الرئيسي هو التنظيف والحماية والوقاية والترطيب. نعم. دكتورة ممكن بنتكلم معك عن موضوع جداً مهم عسى الله يحفظ مشاهدينا واللي يسمع، من الحروق. الحروق أنواع، قد تكون بالمواد السائلة أو المواد الجافة أو حتى المواد الكيميائية. بما أن رمضان صار على الأبواب وعسى الله يعود عليك إن شاء الله وأنت بأحسن حال أجمعين، نبي الكثير ما في أحد يسلم إلا من سلم الله من الحروق على زيت أو ماء حار أو أي شيء كان. أسرع حل قبل ما ندش التفاصيل بعدين أنواع الحروق، أسرع حل في حالة حدوث حرق بالمطبخ؟ الماء البارد أسرع حل، يعني من الآخرين. ما يغرغر دكتورة، يعني إحنا أنا عندي معتقد إن إذا حطيت يدك الماء بارد راح تطلع التفافيخ اللي داخلها. ما تحطينها في الماء بارد، تفتحين عليها الحنفية. نعم. التفافيخ راح تطلع، راح تطلع إذا كان الحرق من الدرجة الثانية. سواء حطيتي الماء أو ما حطيتي. أنت لأن ما شاء الله تكلمتوا عن حروق المطبخ وأنا أشكرك، لأن فعلًا موسم رمضان موسم حروق. فراح نتكلم فقط عن الحروق السلخية والحروق النارية. طبعا ما راح نتكلم عن الكيميائية ولا الكهربائية اللي هي النوعين. احنا النوعين السائل والجاف. فالحروق السلخية اللي هي على طول منسكها بالماء الحار مثل ما تفضلتي، او الزيت مثلا الحليب اي شيء اي شيء سائل، فهذه هي الحروق السلخية. وطبعا لانها انسكاب اكثر شيء الايدين طبعا او الجسم اذا كان الجدر. احيانا شيء يصير الياهل يدخل وتل الجدر يطيح على الياهل من راسه، فهذه الحروق السلخية. اسرع شيء ان انتم تفتحون الحنفية يعني وتحطون المكان وصاب حذر الماء البارد ويغسل يخليه يغسل. بعدين نلفه في شاش اذا موجود او فوطه عاديه. عندي نقطه دكتوره ابي بس اعلق على الماء البارد. الماء البارد اللي هي ماء البراده ولا الماء الحنفيه نفسه العادي؟ ماء الحنفيه البارد بس بالصيف عاد ما على الحراره. اي والله بقول يعني انه شديد الثلج. الثلج احيانا لما تحطونه افرض الحرق عميق المريض ما راح يحس بالثلج، الثلج نفسه يسبب حرق لان انت منعتي عن الدم. إيه. اذا تحطين الثلج وتشيلينه ما في مشكله، لكن بس كافي ماي بارد. نعم. زين دكتوره انت تكلمتي عن بعض الحروق، لكن في مرات في ناس يتعرضون لحروق اعمق اللي قلتي عنهم اللي هو مشاهدينا الاعزاء. نطلع مع فاصل قصير بعد ان نتعرف على الحروق الاعمق من الحروق السطحيه. عودة لكم مشاهدينا الأعزاء، ونكمل حديثنا مع الدكتورة صابرين الزامل استشارية جراحة تجميل وحروق والهزام. دكتورة صابرين انتهينا مساء عن سؤالي لما قلت لك ان في ناس تعرض لحروق ممكن تكون اعمق من الحروق العادية، فهل في تطور في علم ترقيع الحروق ولا لازال في عمليات اللي ينشلون جلد من مكان لمكان ويخلون ويرقعون الجلد في ايد الشخص او كان وجهه او حتى في رقبته؟ حدثينا عن هذا الموضوع بشكل عام. هي عملية الترقيع هي الحجر الأساس في علاج الحروق العميقة، لأن أنت فقدت الجلد فلازم تعوضه بجلد، ولازم تعوض الشيء بالشيء اللي نفسه بالضبط أو أقرب ما يكون له. فطبعا الجلد يعوض بالجلد، عملية الترقيع هي حجر أساس لا غنى عنه أبدا. بس شنو التطور اللي صار؟ إحنا طبعا نأخذ من نفس المريض، إذا هو مثلا محترق بنسبة 40 أو 50
في 50% مو من جاسين، هذيلا طبيعيين ناخذ منهم ونرجع. بس بالزمانات لما كانت نسبة الحرق أكبر 70 و80 و90 نسبة الجلد الطبيعي قليلة، فهذيلا كانوا يموتون من الالتهابات. فالحين ابتكروا أشياء ثانية، طبعا من زمان هالحكي، اللي هو الجلد البديل، هو جلد مؤقت يؤخذ من الوفيات مثل ما يتبرعون بالكلى أو بالكبد أو كذا، يتبرعون بالجلد ويفحص فحص من كل المواد الأمراض المعدية وينحط على المريض، لكن علاج مؤقت علشان نتخلص من الجلد الميت ولا يتسبب الجلد الميت في التهابات. علاج مؤقت لين ينبت الجلد الطبيعي اللي خذينا من المرة الأولى. التطور آخر شيء الحين وصلوا له هو الجلد الصناعي أو الجلد النص صناعي، نص طبيعي ونص صناعي، ينحط ويصير طبقتين نفس طبقة الجلد، تنشال الطبقة العلوية وينرقع مكانها طبقة خفيفة من جلد الإنسان، خفيفة إن أنت كل أسبوع تقدر تأخذ من نفس المكان، فبتسرع في عملية التئام المريض. والحين في نوع متطور اللي عبارة عن خطوة واحدة بس، والحين في زراعة الجلد، بس زراعة الجلد أماكن بسيطة جدا في العالم تسويها لأنها عرضة للالتهاب لأن جدا حساسة هذه العملية. طيب دكتورة، يعني نقول عسى الله يحفظنا من الحروق إن شاء الله، وعسى الله إن شاء الله يعود عليكم وأنتم في أمن وأمان. مشاهدينا أسئلة كثيرة أدري تدور في بالكم، ومن هالأسئلة حبة الخالة، البعض يخاف إنه يشيلها، قد تكون على عرج، قد تكون أساساً كانسر، تكون أو فيها خلايا سرطانية، متى أعرف حبة الخالة إنها شيء خطر ولازم أروح أشيلها؟ إذا كانت ظهرت فجأة ما صار لها سنين مع الإنسان طبعاً لازم يعني ينتبه لها. إذا كانت قديمة وحصل عليها بعض التغييرات ينتبه لها. شنو هذه التغييرات؟ إن هي بدل ما صارت حوافها مستوية تصير حوافها متعرجة أو خشنة، أو مثل ما تقولين تقشر ممشقة أو تطلع دم. أحياناً إذا طلعت شعر جديد تخافي منها، بس إذا كانت من أول تطلع الشعر لا. على فترة زمنية قصيرة كبرت. وفي الحبة الخالة اللي دائماً معها شعر تكون موجودة بالأطفال، نحب إن إحنا نشيلها قبل عمر 9 سنوات، لأنه يقال إن في نسبة منها تتحول بعد 9 سنوات، فتكون كبيرة وتحتل مساحات، يعني ما تكون بالوجه أو باليدين كثر ما هي تكون بالبطن أو بالظهر، وهذه طبعاً لازم تنشال. فإحنا نقول أي تغيير طارئ على شامة قديمة وحصل على فترة زمنية قصيرة، إيه نعم هذه لازم تنشال. طيب دكتورة، البعض يعني نقول على الكبر مع تقدم العمر طلعت لهم عندهم مثل ما وصفتيها حضرتك، هل هذا تعتبر يعني خطرة على الجلد؟ يعني خصوصا إذا كان واحد مسن، يعني نقول بعد 60 بعد 70 لازم يراجعونا ولا نخليها خلاص ما منها خطورة؟ سؤال رائع، لأن هذه الأشياء اللي تحدث في تقدم السن في نسبة منها قد تتحول وفي نسبة منها لا، فحلو أن الإنسان يراقب نفسه ويأخذ منها عينة على الأقل، وخصوصا في الأماكن المعرضة للشمس، الوجه والرقبة بالنسبة للرجال أو مثلا الأذرع، الناس الأجانب اللي تتشمس كذا، هي الأماكن المعرضة للشمس. ففي بعضهم يكون تطور طبيعي شيخوخة الجلد، وفي بعضهم لا يكون مقدمة إلى السرطان، لكن هذا النوع من السرطان يكون سرطان يعني مؤدب، ما يتحرش في مكان ثاني، ما ينتشر، يعني يكون في مكانه سرطان بسيط جدا، لكن سرطان الاستئصال. نعم اوكي دكتورة صابرين، تكلمتي عن تطور في علم التجميل بشكل عام، تحدثين عن شفط الدهون، حقن الدهون، العلاج بالخلايا الجذعية، بدأنا نسمع عن مصطلحات جديدة، يعني الواحد يبدأ يحس إنه كأنه يتكلم عن خيال علمي، فقاعد يصير فيها أشياء كذي. هي فعلاً يعني خيال علمي تعتبر، لأن وهي فعلاً أحدث شيء صاير، لأن الدهون إحنا ننظر لها لأنها عدو، لأن الدهون عبارة عن سمنة وأمراض قلب وأمراض كذا، الحين الدهون ينظر لها نظرة أخرى إن هي شيء صديق. الدهون عبارة عن مخزون ذهب مثل تجوري في جسمك. الدهون متروسة بالخلايا الجذعية. والخلايا الجذعية اكتشفوا اللي في الدهون أفضل نوع من الخلايا الجذعية، أحسن من اللي في الحبل السري للأطفال، أحسن من اللي في النخاع العظمي اللي تصير في مرضى اللوكيميا يحتاجونه أو كذا زراعة نخاع. لأن في هالأماكن تتحول إلى نخاع فقط. من الحبل السري هي تكون من شخص ثاني طبعاً. لكن هذه خلاياك الجذعية اللي منك وفيك وين ما تحطها تاخذ خاصية هالمكان. فهي صراحة ثورة علمية جميلة جدا، خلايا الجذعية المستخلصة من الدهون، وخصوصا ان الدهون الكل يحب يتخلص منها والكل يحب انه هو يشفط الدهون وبالتالي ما يقطها،
يستفيد من الخلايا الجذعية اللي هي فيها. نعم. فطبعا حقن الدهون الحين صارت لعبة حلوة جدا بسبب الخلايا الجذعية، وكل يوم في تطور، بل كانوا يتكلمون على انه الواحد خطر يحقنها في الثدي بعد الترميم ما بعد السرطان، وصارت دراسات كثيرة ما بين مؤيد ومعارض ان هي تحفز السرطان او ان هي تسبب السرطان. حاليا وفي هالسنة قاعدين يدرسون الخلايا الجذعية جايز تحمي من السرطان، بس لا يزال هالكلام قيد البحث. نعم. طيب في خلايا الجذعية ايضا حق البشرة دكتورة، نعم، البلازما، يعني مدى نقول فائدتها، ايه هي افضل او ابر النضارة الكيميائية افضل؟ للأسف احنا نترجم البلازما الى خلايا الجذعية بطريقة خطأ بالعربي. نعم. البلازما ما هي خلايا جذعية، خلايا الجذعية بالانجليزي ستيم سيلز، البلازما نسميها حقن البلازما المشبعة بعوامل النمو، هذا شيء وهذا شيء. حلو تخلطينهم، ان تحطين الخلايا الجذعيه وتعطينها البلازما اللي فيها عوامل النمو تساعدين الخلايا الجذعيه انها تنمو، بس هذا شيء وهذا شيء. البلازما ناخذ من الدم نصفيه من عوامل النمو ونرد نحطه للبشره يعطي نظاره رائعه. في شروط دكتوره عفوا في شروط، البعض عنده انيميا يعني يفيده من ياخذ نقول بلازما يسوي حق جسمه او حق شعره، هي نتفه صغيره ومعروف ان سحب الدم يولد الخلايا مره ثانيه. نعم. الا اذا كانت يعني مثلا شنو منو اللي ما تقدرين، الا ياخذ اوبر سيوله. نعم. ياخذ اسبرين، هذا تخليه عنده فقر دم دكتوره، يعني دم ما تاثر، هي نتفه صغيره طبعا مو فقر دم يعني هبوط شنيع، لا. نعم. اللي هو الفقر الدم العادي اللي يواجه الحريم اغلبهم وهكذا. نعم. فهم غير الخلايا الجذعيه، ممكن انت تحقنين الدهون فيها خلايا جذعيه، لكن احنا في الكويت للحين ما عندنا مختبر يفصل الخلايا الجذعيه ويكاثرهم يتكاثرون. أينا. لا نزال ما عندنا هالشيء. أينا. عندنا نحن نكدسهم من الدهون، وهي عباره عن نقطه صغيره بس تحصلين عليها من حوالي يمكن لتر من الدهون، كميه قليله. فدائما لازم يكون في مختبر يعطيها هالمختبرات اللي هي تكاثر الخلايا الجذعيه، موجوده في اماكن بسيطه جدا بالعالم. أينا. الكويت ليست منها في الوقت الحالي. أينا. فلا يصير في خلط في الامور، ان كل بين اعلان واعلان تلقين خلايا جذعيه. صارت تجاره يا دكتوره، للأسف اكثر ما هي فائده. خلينا حاسينين ان هي ترجمه غلط. نعم. ترجمه خاطئه. نعم. نعم. ترجمه خاطئه. يمكن على قولتهم هم الشخص لازم لما يبدا يبحث او يبي علاج لازم يتأنى في البحث، ولا يعتقد انه خلاص انا ما عندي الا هالامل هذا، لا، يدور ويشوف ينقي الدكتور الصح اللي ممكن يعطيك النتيجه الافضل. زين دكتوره، ويكون محتاجها، ما يكون يعني خلاص اسوي وخلاص. هذا اللي بحب ادخل عليك فيه. مثلا الحين في الليزر، وانت متخصصه في الليزر، قاعد يستخدمونه في كل مكان، في حاجته في غير حاجته، حدثينا عن الليزر انواعه وين اماكن استخدامه يعني بشكل عام. انا مو متخصصه في الليزر، انا جراحه تجميل. نعم. اطباء الجلديه عندهم خبره اكثر من عندنا. نعم. من في الليزر، لكن ما يمنع ان احنا ايضا نستخدمه. نعم. الليزر انواع، يعتمد على الماده اللي في جسمنا تمتص اشعه الليزر. نعم. هذه سواء كانت الدم او الماي او الماي اللي موجود في الدهون. طبعا الاشهر هو ليزر ازاله الشعر، وهذا اثبت فعاليته الرائعه يعني، وخلص الناس من مشاكل كثيره. في ليزر مثلا يستخدم في العيون، احنا ما لنا شغل فيه، اللي هو الليزك والاشياء، هذا مو تخصصنا. في ليزر يعالج الاوعيه الدمويه. نعم. لانه هو له خاصيه تمتص الكروموفوم اللون اللي موجود في الدم. في مثلا ليزر يكون خفيف، اللي هو الموجات اللي طبعا حتى الفوق بنفسجيه وتحت الحمراء يعتبر نوع من انواع الليزر، هذه احيانا تشد البشره. في الليزر اللي هو نوعا ما حارق، يعمل تقشير للبشره. انا من النوع اللي اشوف ان بشرتنا احنا العرب السمراء لازم نكون حريصين في الليزر اللي يقشر، هذا نحاول نخليها في فترات الجو الزين البارد. نعم. وما نتعرض للشمس وراها. طيب دكتوره، بما انك اخصائيه تجميل وهذا الموضوع يهم كثير من السيدات وحتى الرجال بالفتره الاخيره، الاغلبيه نقول شافوا الجراحه أهون عليهم من الرجيم، خصوصاً يمكن مجتمعنا يمعاتنا، ويعني ما عندهم نقول طاقة تحمل حق الحمية الغذائية، فيقول لك أروح أسوي عملية أكثر. لكن هناك نقول عقب فترة تتراكم الدهون أماكن ثانية، أوكي شالوا البطن، قد يكون باليدين، نقول الساق، يعني شلون نتخلص من هالمشكلة؟ ولا الدهون اللي أنا أشيلها من جسمي أقدر أحقن فيها وجهي أستفيد منها؟ يعني سؤالين في سؤال، أي سؤال عشان لا يداخل إدارتنا الوقت. أولاً إحنا عمليات شد الجسم وشد البطن هالأشياء ما هي عمليات سمنة. نعم. إحنا ما نخلص الإنسان من وزنه الزايد. نعم. هذه يروح إذا هو فعلاً فشل في الحمية أو ما يسوي حمية، يروح لأطباء الجراحة العامة اللي يسوون التكميم وتحويل المسار والتدبيس، وهذا تخصص آخر. نعم. إحنا إذا كان الإنسان يلجأ لطبيب التجميل علشان يخلصه من السمنة، هذا يعني مفهوم خاطئ. نعم. إحنا نشكل الجسم، نعيد تشكيله، في نقص في الدهون في مكان ناخذها من مكان ونحقنها في مكان ثاني. نعم. في ترهل في الجلد احنا نشده، اللي حاصل انه هو بعد الشفط او الشد
تقولك ان انا مثلا تكوت في اماكن ثانيه. اي نعم. هي ما حافظت على نظام غذائها فسمنت، لكن لان اقل مكان فيه دهون اصبح المكان اللي شدته او شفطت منه فيروح يتكاثر في اماكن ثانيه. أماكن أخرى. لكن اذا استمر الانسان بنفس اسلوب الحياه راح يرد في نفس المكان. أي نعم. لان هو الدهون ما صارت زيرو في خلايا دهنيه. أي نعم. بالاخير هم هي راح. كل الشكر للدكتوره صابرين وشكرا لحضورك معنا. يعني مشاهدينا تسوون عمليه ما تسوون، التغذيه والحميه والرياضه هي الاساس. نطلع فاصل ونعود. عودة لكم مشاهدينا الأعزاء، وصلنا معاكم لختام حلقتنا، حلقة جدا جميلة تكلمنا فيها عن التجميل وعن كل شيء يعني لكم. تذكركم بالتواصل الاجتماعي، عندنا سناب شات انستغرام تواصلوا معنا فيه. تبي تشوف حلقاتنا اللي طافت، عندكم قناة اليوتيوب الخاصة فينا مبادر، عندك فكرة، عندك شيء، عندك إيميلنا الخاص فينا، تواصل معنا. وخلي القفال عندي أختي أم فهد. كل شكر لكم ساعدوكم مشاهدينا، وشكر كبير إلى صالون ريفولوشن وخبيرة التجميل تسنيم المنصور. في أمان الله، مع السلامة.